الأتقياء المخلصون الأوفياء لله والأولياء في الله تبعون رسول الله ولسنته حافظون عاشوا سنين وسنين من أجل أهل يمين التابع العابد الراكع الساجد العارف الحامد الأتقياء محمد بن إدريس الشافعي نشأته. في السنة 50 بعد 100 الأولى من الهجرة وفي مدينة غزة بأرض فلسطين ولد الإمام الفقيه العالم محمد بن إدريس الشافعي. انتقل الشافعي مع أسرته وهو لا يزال طفلاً إلى أرض الحجاز ليبدأ هذا الطفل الذي حفظ القرآن وهو في السابعة من عمره رحلته مع طلب العلم. عانى محمد الشافعي كثيراً في بداية حياته فقد كانت أمه لا تملك المال الكافي لتعليمه، ولكنه كان يصر على طلب العلم ويتحايل على ظروفه ليتمكن من تحقيق هدفه هذا. ما هذا الذي تحمله يا محمد؟ هذه مجموعة من العظام يا أمي. عظام؟ ولما تأتي بالعظام للمنزل؟ إنني أستعملها كبديل عن الألواح التي يكتبون عليها. لا أريد أن أرهقك يا أماه بثمن الألواح، ولا أرغب أيضا في تضييع فرصة لطلب العلم. سامحني يا بني، كنت أتمنى أن أتمكن من مساعدتك، ولكن يعلم الله أنني لا أدخر جهداً في هذا. لا عليك يا أمي، انظري ماذا أحضرت أيضاً. هذه رسائل مكتوبة يا محمد، ماذا ستفعل بها؟ إنها رسائل لا يريدها أصحابها، آخذها منهم وأكتب على ظهرها. اطمئني يا أمي، فهناك دائماً طريقة للحصول على العلم وتدوينه. كلما نظرت في عينيك يا محمد تأكدت أنك ستكون ذا شأن عظيم بإذن الله. ولكن كانت تواجه ذلك الصبي بعض المشاكل من وقت إلى آخر، ويكاد يفقد الأمل في إكمال رحلة تحصيله للعلوم. ولكن أمه تلك المرأة العظيمة كانت ذكية بما يكفي لتنصح ولدها نصائح عظيمة. ما الأمر يا محمد؟ المعلم يهملني ولا يهتم بي لأنني لا أدفع له ثمن الدروس التي أتلقاها. فهمت، أنت تسأله كثيراً لتفهم ولا يجيب عن أسئلتك، أليس كذلك؟ بلى. عذراً يا أمي، لا أريد أن أثقل عليك وأزيد إلى همومك هماً آخر، ولكني بالفعل حزين بسبب هذا الأمر ولا أجد له حلاً. أنا عندي الحل. ماذا؟ أحضر الدرس مع أبناء الأغنياء ولا تشعر المدرس أنك ستضيع وقته بالأسئلة، واستمع لما يقول وافهمه جيداً، وأنا واثقة من أنك ستستفيد من هذا الأمر وتستغله لصالحك. وعمل الشافعي بنصيحة أمه،
فأصبح مواظبا على حضور الدرس، لا يكاد أحد يشعر بوجوده. فإذا انصرف المدرس للراحة، قام الشافعي بإعادة شرح ما قاله للتلاميذ، بل وربما أجاب عن أسئلتهم وأفهمهم ما استعصى عليهم. ولما رأى المعلم ذلك، أدرك أنه أمام فتى مميز، وقرر أن يستمر الشافعي طالبا عنده ما دام يساعده في أمور التدريس. أرى أنك سعيد يا محمد، هل تسير الأمور في الدرس على ما يرام؟ نعم يا أمي، شكرا لنصيحتك الغالية. هل كانت مفيدة فعلا؟ نعم، وقد تعلمت منها أمرين. ماذا تعلمت؟ تعلمت الذل للعلم والأدب للمعلم. بارك الله فيك يا بني. ولأن والدته كانت حريصة عليه، فقد قررت أن تدخر مبلغا من المال تستعين به على تعليم ولدها. ولأنها تعرف أن كل فروع المعرفة مهمة لطالب العلم، فقد أرسلت الشافعي لإحدى القبائل في البدو ليتعلم أشعار العرب، ونصحته بأن يمارس الرياضة حتى يشغل وقت فراغه، ولذا سيصبح الشافعي عالماً، فقيهاً، أديباً ورياضياً أيضاً، شاب مسلم يتمنى الكثيرون أن يصبحوا مثله. كانت مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واحدة من أهم محطات الإمام الشافعي، وقد تتلمذ على يد إمامها العالم مالك بن أنس. هذا يكفي اليوم يا محمد، في الغد إن شاء الله نكمل. أخشى أن أكون سبباً في إرهاقك يا سيدي مالك. على العكس، أنت طالب علم مميز تذكرني بشبابي، كنت ناهماً للمعرفة مثلك. هذه شهادة أعتز بها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي مالك، لي سؤال أرجو أن تجيبني عنه. تفضل اسأل. بينما أنا أجلس مع بعض أصدقائي، كانت هناك حمامة تهدل من وقت إلى آخر، وأزعجني صوتها للغاية، فسألني أحد أصدقائي عن سبب غضبي، فحلفت له بالطلاق أن هذه الحمامة لا تكف عن الهديل. ما أسوأ ما فعلت، ألم تسمعني أحذر مرارا من الحلف بالطلاق؟ هذا ما حدث. فهل امرأتي طالق الآن؟ أنت حلفت أن هذه الحمامة لا تكف عن الهديل، والحقيقة أنها تكف من وقت إلى آخر، ولا تستمر في الصياح طوال الوقت، ولذا فامرأتك طالق للأسف. هذا ما توقعته. شكرا لك. السلام عليكم.
أعتقد أن لي رأياً آخر في هذه المسألة. ترى هل ألحق بهذا الرجل أم أتركه؟ أنا واثق من رأيي ولدي الدليل، سألحق به. انتظر يا سيدي، انتظر. ما الأمر أيها الشاب؟ اعذرني، سمعتك وأنت تسأل إمامنا مسألتك وأراك حزيناً. ما دمت قد سمعت السؤال فلا بد أنك سمعت الإجابة. ولكن لا أظن أن امرأتك طالق، فالقسم الذي أقسمته صحيح. ماذا؟ الخطأ الذي ارتكبته هو أنك أقسمت بالطلاق ولكن لم تقسم على باطل، بل قولك إن الحمامة لا تكف عن الهديل قول صحيح. انتظر، هل لديك دليل على ما تقول؟ بالطبع. سيدي مالك، سيدي مالك، سيدي مالك، سيدي مالك. ما الأمر؟ هذا الشاب يفتي أن امرأتي ليست بطالق. أنت يا محمد؟ نعم يا سيدي. ومن أين لك بالعلم لتفتي فتوى كهذه؟ منك يا إمام. ماذا تعني؟ إنه حديث حدثتنا به، وهو أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تطلب رأيه صلى الله عليه وسلم في رجلين تقدما للزواج بها، منهما رجل يقال له أبو جهم، فنصحها الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، أي لا ينزلها عن كتفه، وهو يقصد بذلك أنه يضرب زوجاته كثيرا. والحقيقة أن هذا الرجل لابد أنه ينزل العصا عن كتفه، ولكنها بلاغة الرسول في التعبير، وهذا ما قصده هذا الرجل عن كسرة هديل الحمامة، وكأنها لا تتوقف عن ذلك. ما رأيك يا سيدي مالك؟ ألم تسمع؟ لقد جاءك بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم. لا تكرر القسم بالطلاق مرة أخرى. لن أفعلها بالطبع. السلام عليكم. ما شاء الله، ما شاء الله. والله إني لأتوقع لك ما لم أتوقعه لأحد من تلاميذي. ولقد صح توقع الإمام مالك، وبدأ الشافعي رحلته الأولى إلى العراق، وهناك سيكون له شأن آخر.